محافظه سوهاج اعلنت جاهزيه الجهات المعنيه بالمحافظه لتطبيق مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لاستبدال السيارات القديمه المتهالكه بسيارات اخرى جديده بتعمل بالغاز والبنزين معا، وبالاضافه الى تخريد السيارات القديمه واللي مضى على بدايتها طبعا او تصنيعها 20 عام. صحيح يا شاذلي، كمان ده هيكون ضمن الاجراءات اللي بتتخذها الدوله لتحول العالم الاخضر والارتقاء بمنظومه البيئه مع منح مالكي السيارات المشاركين في المبادرة الحافز الأخضر. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل هذه المبادرة في سياق هذا التقرير. المبادرة هي بتقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية مع وزارة التجارة، والتعاون مع بين الوزارات لتوفير فرص إحلال وتجديد السيارات داخل الشوارع في محافظة سوهاج. المبادرة مدعومة من البنك المركزي المصري. نسبة السيارات الموجودة داخل المحافظة المطلوب منها الإحلال دي اللي عدى عليها 20 سنة، وده اختياري براحة الفرد نفسه صاحب المالك السيارة. مميزات المبادرة، حضرتك بتسجل على الموقع الإلكتروني وبيتم تحديد السيارة ونوع السيارة وبيتم معرفتك بالقسط، وحضرتك بتوفي المستندات المطلوبة على الموقع بترفعها. بعد كده بيتم إحالة الموضوع للبنك اللي انت هتبقى تابع ليه، وبتاخد موافقة البنك. بعد كده بتعمل تخريج للسيارة اللي احنا حددنا لها ساحة في مدينة حي الكوثر، وبتسلم بعد ما بتسلم الحافز بتاع السيارة بتاعتك بتاخد الحافز الأخضر، وده بيتم خصمه من ضمن ثمن السيارة الجديدة. بعد كده بتطلع على وحدة المرور بتبدأ ترخص وتاخد إجراءاتك، وكده الموضوع منتهي بالنسبة للسيارات المتقدمة. ده بالنسبة للثلاث فئات، السيارات اللي هي الملاكي والأجرة والتاكسي. في حافز الأخضر دوت للملاكي في حدود 22,000 جنيه، الحافز للتاكس 45,000 جنيه، مع احتفاظك بكل المميزات اللي هي إن كانت تاكس هتبقى تاكسي، إن كانت أجرة هتبقى أجرة، والحافز بتاع الأجرة 65,000 جنيه بيتم خصمه من ثمن السيارة الفعلي اللي موجود في السوق. بتستفيد في المبادرة بنوعين من التأمين، بتاخد خصم عليهم 50% إذا كان تأمين على السيارات شركة التأمين، وبتاخد تأمين على الحياة في حالة الوفاة لا قدر الله في السيارة، بتاخد تعويض 100,000 جنيه ضمن مبادرة الشركة شهادة التأمين اللي معمولة. المبادرة بتستهدف السيارات المتقدمة والعمل بالغاز والسولار والبنزين داخل المحافظة، وده بينظف الشوارع من التلوث اللي موجود واللي بتعمله السيارات المتقدمة. المبادرة مبادرة جميلة، وبندعو كل أهالي سوهاج وملاك السيارات المتقدمة لاستفادة منها، لأن هي مبادرة فعلا مفيدة، وسعرها سعر الفائدة 3% بيتماشى مع الأجواء الموجودة، وبيبدأ يديك فرصة أن أنت تغير عربيتك من العربية جديدة بفايدة على مدة 10 سنين بفايدة جميلة جداً.